جاسم العوضي. اليوم باخذكم جولة خفيفة وحلوة في مرسمي، وابتدي الجولة بمؤسسين التصوير بمنظوري انا، لو انسل في حركة الأصلية الكلاسيكية، وبعدين ريتشارد أبيدون في حركة المفاهيمية الجديدة اللي طغت تقريبا جميع مدارس التصوير. وأنا بدوري بحكم خبرتي الطويلة بعمري الكبير، أحاول أشارك وياكم في موضوع أعمال الفنية اللي أنا أقدمها. أنا عامة أحب أعمال بورتريهات، ويمكن معروف عني أن أنا أحب أصور أماكن مهجورة، وأنا أعتبر صراحة صورة البورتري من أقوى الأعمال اللي ممكن الفنان ينتجها. يمكن لي نظرة خاصة في تصوير البورتري، أنا أصور البورتري رقم واحد، بعدين يكون عندي يعني أتلاقى مع الشخص اللي أصوره وجه لوجه، وبعدين مستوى عين لعين. في عمل هاي يمكن شوي عملت إديتينج، كبرت الصورة جزء من الصورة وجزء من العين كبرته لشخص أنا كنت أعرفه على مدى تقريباً 20 سنة في عملي، لكن يوم ما صورته حسيت إن أنا أول مرة أشوفه من قوة العمل، أو من قوة شخصية الشخص اللي أبرزها في لحظة تصوير، في لحظة تصوير. الأعمال أنا أعمال الفنية أو إضافات الفنية اللي أضيفها على العمل الجميل، يمكن بنشارك وياكم هذه إضافات اللي أنا أشوفها في مجالي تصوير ومجال مزج مدارس الفنية. عندنا هنا مجموعة أعمال، تقريبا هاي العمل وايد قريب لنفسي ولقلبي. هاي العمل عبارة عن مجموعة، كنت مسمي العمل هاي بلا هوية. العمل عبارة عن مزج وجوه كثيرة في إخراج وجه لشخص غير موجود. تحرك من الأعمال الفنية إلى المكتبة الصغيرة اللي أعتقد دائما الكل بيكون بحاجة لمراجع معينة، بحاجة يعني قراءة التاريخ مثلا. هذه من الكتب اللي أنا أيام ما كنت أدرس في الجامعة، مرحلة الجامعية. هاي كتاب عبارة عن تاريخ التصوير، يعني المفروض الشخص اللي يبتدي يصور لازم يكون يعرف التاريخ. في ساعات عندنا عن المصورين، مثل المصور الجيسيلي فقط صور في هاي كونتراست، أو بتقنية هاي كونتراست. هذا أنا قابلته شخصيا في يوم أنا كنت موجود في أمريكا وأدرس. هاي تقريبا كل شيء، وإن شاء الله لنا لقاء آخر.